إلى إصدار هذا القانون. المصلحة العليا للوطن تقتضي بأن نخرج بهذا القانون. عندما تتعرض الدولة المصرية والأمن القومي المصري للخطر ونرى أن هناك من يستغل تلك الديمقراطية الموجودة في مصر وليست موجودة في أي دولة في العالم، وأنا بتحدث ما يحدث هنا في بلادنا من حرية غير موجود في أي دولة في العالم، لكن عندما تتعرض بلدنا للخطر وتتعرض الأمن القومي للخطر وتتعرض مؤسساتنا الجيش والشرطة للخطر، علينا جميعا أن نتوحد من أجل إصدار وسرعة إصدار هذا القانون، خاصة أنه أخذ فترة طويلة، لكن هناك من يريد أن يعرقل هذا. وأنا بستحلفكم ليس فقط بروح زوجي الشهيد اللي هو عادل عضام اللي استشهد أمامه، محتاجين ان احنا كلنا نتوحد. بلدنا في خطر، واذا ما كناش هنتوحد احنا هننتهي كدوله مصر، وده مش هيحصل. فارجوكم اكراما بروح جوزي اللي لسه الارجعين بتاعه كان الاسبوع اللي فات وارواح الشهداء، ارجوكم بلدنا محتاجه ان احنا كلنا نتوحد حتى لو اختلفنا في الراي. مصر لازم تبقى امه واحده، مش هنستنى من دولة عربية ولا أجنبية إنها تقدم يد العون لبلدنا، لأن مصر أنا ما عنديش أغلى من مصر. قدمت جوزي ومستعدة أقدم روحي، فأرجوكم سرعة